واش انت صاحبي ما بالك تفترغي مع الصباح ولا الصباحات وليلة؟ Thank you.
سمح لي الطالب باش تسقسيه توسس ندير الملح حمار ايش توسجت اغزاق دي لاباج شمعت وسيد فنحن الطلبة نعاني من مشاكل عديدة وعويصة من داخل الجامعية والجمعية الطلابية. مشكل السكن، واشدو بريباديو ديال الجمعية الطلابية ديال السكنة، واشدو البوط ديال السدين ديال السكنة وديال الطلبة. مشكل الريستو اللي ما فهمناش لحد الآن، واش ديك الماكلة اللي كتعطى لنا ديال الطلبة ولا ديال الحيوانات حاشاكم ديال الجمعية الطلابية. وما نساوش مشكل المكتبة من داخل الحي الجامعي اللي ما كتوفرش بتاتا على شروط الدراسة. وأخيرا وليس أخيرا مشكل المسحة من داخل الحي الجامعي اللي أنا شخصيا ما فهمتش علاش داروا هاد الشيء. إلا قلت على صفر ديال الجمعية الطلابية ما غاديش تدخل. ما غاديش تدخل. بالتالي جمال الإطار أظن أننا ناقشنا العديد من مواضيع هذا اليوم. إلى ما كاين شي إضافة ولا شي مداخلة من شي طالب غادي نضطروا نفهموا هذا الشكل إلى موعد آخر. الطالب واحد الإضافة داخل الأوتيل الطلبة كام ما جات لهمش المنحة جات لهم كاملين بالسكان الطلبة ما جاتهمش المنحة خصنا نناقشوا وتحية للطلبة أحيانا قد يضطر إلى تدخل هذا مشكل خطير وخطير جدا ولكن حاليا ما عندناش الوقت الكافي باش نناقشوا وبالتالي نضطروا نرفعوا هذا الشكل إلى الحي الجامعي نشوفوا الخطوات النضالية اللازمة ونشوفوا الكم الجماهيري باش نناقشوا جماهيريا وتحية نضالية عالية لفرقة الجماهير الملتفة حول هذا الشكل النضالي الراقي وليرفع شعار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منظمة جماهيرية الدنيا ديمقراطية ومستقلة.
نود اجي اجي الطالب اجي نود فجينا لك الضوء لا مال صباحه لله اقبرنا يا اضعخ قطع 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 أثرت هذه الحادثة عن وفاة 3 أشخاص و5 جرحى، 2 منهم في حالة خطيرة.
أما دوليا فقد أعلنت الحكومة القطرية سحب سفارتها من المغرب انسحابا مؤقتا، وذلك لتوتر العلاقة الدولية. أخبار انتهت، يأتيكم الموجز بالفرنسية بعد. Show.